غنبقاو نديرو داكشي اللي قدرنا نديرو. صحيح كنا في الحكومه جوج ديال المرات كلشي هادشي اللي كتقولو صحيح، ولكن اليوم غادي نديرو المعارضه وغتقول لنا بشكل قوي نقول لكم يقولوا ما تيسكتوش تقيلوا يقولوا علينا كلشي العجب اللي ما كيطيحش على البال قالوا، ولكن حنايا غادي تنشعروا باللي الدور ديالنا ايجابي وخصنا نستمروا في المواجهه ديال ما يسمى بالفساد، حيت كاين فساد خلافا لما قال السي وهبي، لا كان شي واحد عنده الفساد يولي لينا كنتعجب في هذه المخلوقات كيفاش وصلوا للسياسه. لو كان ما كانش الفساد في المغرب ما يكونش الاحتجاج. هذه 60 عام وحنا في الاحتجاج، باقي ما بغيناش نخرجوا من هذا الاحتجاج. وتا واحد ما عجبو الحال بما في ذلك الاثرياء والاغنياء والمتوسطون وكذا، وحتى الحكام وعلى راسهم جلاله الملك تا هو ما عجبوش الحال وما عجبهاش السياسه وما عجبينوش الاحزاب السياسيه. اذا كيفاش؟ الا كان وشنو ما قصد السيد هذا يجي يفسر هذا المفهوم، لان هذا مفهوم جديد، ان ما كاينش الفساد ولكن كلشي تيحاول يتضارب مع الفساد. بقى نقولوا ملي جات القضيه ديال 20 فبراير الموقف اللي وقفناه ربطناه الله يشهد درجة الأولى اللي استعملنا بها لله ولمصلحة الوطن حسب ما دلنا، يمكن يكون غلط يمكن، ولكن ملي داز هذاك الموقف ديال 2011 كان الناس يترقبون أننا سنسقطوا بعد 6 أشهر، كملنا 5 سنين ولكن ما كملناش 5 سنين فقط، كملنا 5 سنين ومرينا من 107 ل 125، وهذا العمري اذا كان شي شويه الناس اللي ما كنرد على حتى واحد فيكم، انا استحسنت كل كلامكم بما في ذلك انت ما عدا واحد القضيه اللي قال الاخ وجوه جديده ما عرفتش علاش قلتيها. مهما دام كاين الانتخابات غنحيدوا واحد الوجه قديم باش نجيبوا وجه جديد اللي هو اقل منه كفاءه او لانه ما عشناش او لانه فقط قديم، وهذا وارد بطبيعه الحال. ماشي انت اللي كتقول هذا الشيء، راه حتى السي خالد تيقول مشاريع جديده ومشاريع جديده وبرامج جديده والى اخره. هذا المرور من 107 ل 125 هذا اذا كان شي منطق ديال الديمقراطيه وكذا الى اخره، مع العلم شكون المميز اللي داروا باش هذا يعني تنكاشي بوبيلار ماشي شعباوي شعبي، وهذا الخلط بين الشعبي والشعبي ما خدامش. انا باغي نكون شعبي ما باغيش نكون شعباوي، اعوذ بالله شو ما نكون انا شعباوي، لاش غنكون خويا شعباوي. فهذا الكاشي هذا دار ووقع اجهاض هذه الجريمه، غير دابا هذا الاجهاض ديال هذه الجريمه ماشي حنا الاولين، دونك هذا صافي بارتي دي بيزاج ماروكان، خصك توجد راسك لانه راه يمكن واخا تنجح طيح. بون طيحوا الامين العام، جابوا امين عام اخر من الحزب الاخر، تمشت الامور ما كاين مشكل، عملنا اخطاء وخدموه هما علينا ومشينا في 2021 وطاح الحزب. كان السيد طوزي الناس تيقول الدم الفرنسيه سي اون ميزا مور انتهيتو، ولكن الديمقراطيه هي هذه، الحزب اجتمع وطلب باش يرجع الى الكيران ب 21%، اش ندير؟ كاين اللي قال لي يا سعدي لا ما ترجعش، وعلاش رجعتي؟ صافي انت دوزتي 5 سنين، دوزتي رئاسه الحكومه ورئاسه الحركه ورئاسه الحزب وكذا الى اخره، سير ارتاح مع راسك. يعني واش بحال اللي قال السي ليتيك، واش ليتيك كتقبل هذا الشيء؟ طبعا ما سال السي قلت لي واش اليوم الا درنا مسيره نجمعوا مليون ديال الفرق مليون ديال الناس ما تنظنش، ولكن الا جات شي مصيبه بحال ديك الخطه ونضنا ليها وضربنا معها ووعينا المجتمع بحال اللي وعيناه في ذاك الوقت وتحركوا الخطباء وتحركوا ائمه وتحركوا نقدروا نعاودوا نجمعوا مليون ديال الناس، ماشي مستحيل. ولكن حنا دابا ماشي هذا هو الهدف ديالنا، نجمعوا مليون ديال الناس ولا ما نجمعوش ولا نجيو، لا الهدف ديالنا هو نقوم بالدور ديال السي محمد بن عبد الكريم الخطابي رحمه الله. يقول الاخوان ديال الحسيمه واحد لوحه شنو كاتبين فيها؟ كاتبين فيها السي محمد بن عبد الكريم الخطابي تيقول
ليس هنالك نجاح، ليس هنالك فشل، هنالك واجب أنا حاولت أن أقوم به جهد المستطاع أو قدر المستطاع. هذا هو الذي يحاول حزب عدالة الوطنية اليوم. وبيني وبينكم أنا كنتعجب لأن هذا الحزب هذا اللي كتقولوا تقريبا يعني الأحوال ديالو بهذا سميتو تنشوفوا مقارنة بهذا الأحزاب الأخرى مثل لا باقي موجود لما كانش هناك أنشط وموجود ومن يعني نشاطاته حضوركم معنا اليوم وقبولكم دعوتنا جزاكم الله أحسن الجزاء والأنشطة التي تمر يعني باستمرار. المستقبل بيد الله اللي قال السي الخلفي وحنايا وقال واحد القضية قال فودي ما ظهرتش المرجعية الإسلامية ديالنا ما كان عندنا غير المرجعية الإسلامية حنايا ولكن ماشي المرجعية الإسلامية ديال الشرق لأن المرجعية الإسلامية ملي درنا هذاك الشيء ديال الأرامل هذيك هي المرجعية الإسلامية ديال المغرب. واش الله يرحم السي مسالم قال لي السي عبد الإله كنا صبرنا واحد الصورة إيران أنا وياه والسي الأشعاري واحد مجموعة أخرى قال لي واش المسؤول في الدولة غيبدا يمشي يدي سنتيمتر ويحسب للبنات شحال معلمين مرجعيين وشحال مدينين. حنا ضد هذا الشيء، حنا ما كنآمنوش بهذه هي المرجعية الإسلامية، هذا التخربيق بعينه. فهمتي؟ وهاد الإسلاميين اللي مشغولين بهذا الشيء في الحقيقة ما تيفهموش الدين، ما تيفهموش الواقع، وما تيفهموش العصر. حيت الدين إذا فهمتي وتكلمتي به مستحيل ما يستجبوكش الناس مع وهما بسلبي، ولكن خصك تتكلم بالدين مع الناس في المسائل الحقيقية ديالو والقيم ديالو. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.